ممتدة الخصوص الإداري في حلب الغربي. لدينا 22 منشأة طبية تم استهدافها بشكل مباشر، لدينا 5 أسواق شعبية تم استهدافها بشكل مباشر، 6 مراكز للقوة البيضاء أيضا تم استهدافها بشكل مباشر. الأشد عنفا والتي تم إخراجها عن الخدمة تجاوز 80 منشأة طبية. نحن نتحدث عن باقي المناطق التي يتعرض فيها المنشآت الطبية للقصف لكن بشكل أقل قليلا. عندما نتحدث عن 80 منشأة طبية خارج الخدمة داخل سوريا المنكوبة منذ 8 سنوات، نحن نتحدث عن مئات الأشخاص يموتون بصمت في منازلهم لعدم إمكانية تلقيهم للخدمات الطبية. في كل العالم في كل الصراعات مهما كانت همجية حتى في الحرب العالمية الثانية يحاول أطراف الصراع تفادي استهداف المنشآت الطبية والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف. الوضع في سوريا مختلف. من 2011 حتى الآن الهدف العسكري المفضل بالنسبة للنظام السوري وحلفائه هو الأطباء والسيارات الإسعاف والمنشآت الطبية، وبالتالي نحن في سوريا لم نكن نتجرأ على وضع إشارة الحماية اسمها إشارة الحماية اللي هي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر توضع على المنشأة الطبية أو على سيارة الإسعاف أو على ملابس الطبيب أو الممرض بهدف تحييده عن الصراع وعدم استهدافه. إذا وضعتها في سوريا على أي منشأة أو سيارة فهذا يعني أن هذه السيارة أصبحت هي الهدف المفضل للنظام السوري وقواته.